يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب لم يتحقق فيها شرط الرضا عن المشفوع، فكيف يجاب عن ذلك؟ إيش؟ يقول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب لم يتحقق فيها شرط الرضا عن المشفوع، فكيف يجاب عن هذا؟ ما شفع في إخراجه من النار، إنما شفع في تخفيف العذاب عنه فقط، جعل في ضحضاح من النار وعليه نعلان من النار يغلي من جمرتان في أخمص قدميه يغلي منهما دماغه، هو ما شفع فيه في إخراجه من النار كما يشفع في عصاة الموحدين في إخراجهم من النار. نعم.